الساعة تشير إلى 9 صباحا، ككل سنة يتجدد الموعد بحي المرادية. أبناء الحي وأعضاء من جمعية الإرشاد وجمعية سواعد الإحسان يلتقون كل صبيحة عيد في مبادرة تعودوا عليها منذ سنوات. الوجهة هذه المرة نحو مستشفى مصطفى باشا لقضاء أجواء العيد وسط المرضى. يعني هذه المجموعة تاع الجمعيات اتفقوا أن ينظموا هذه المبادرة تاع زيارة المستشفى اللي هي ولات سنة حميدة في المرادية، واحتضنها الشباب والحمد لله، ولا يشارك في هذه المبادرة الرجال والنساء، يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أول مرة نجي وكان الحال مليح، وكانوا الدراري صغار كاع فرحانين. إن شاء الله ربي يديهم هدية وإن شاء الله ربي يشافيهم كاع. هدايا للأطفال، كلمات طيبة وابتسامات على الوجوه لمواساة المرضى وخلق أجواء الفرحة والسرور في أروقة المستشفى. أطفال وعائلاتهم لم يشعروا بالوحدة في هذا اليوم المميز وسط التوافد الكبير للزوار عليهم. جاءوا من الجمعيات من الصباح هكا من 8، دخلوا لنا أجواء من الفرحة والسبيطار، نشكرهم. العيد وأول مرة يجوزوا هنايا، وجاوني الناس والجمعيات وفرحت بلي جوي تاعهم. قولي لنا صحة عيدكم. ما كنتش نستنى الحق كيما هكا، كنت سبيطار وعندي ولاد في الدار ونخمم عليهم، ولدي هنا مريض، كيف راح يفوت العيد وكيف راح ندير؟ الحق تما العباد الجمعيات والناس الخيره ما يجوا يطلوا علينا ويفرحونا الحق. والله ما توقعت يكون العيد يعني في السبيطار يكون كيما هيك. عندي دراهم هنا. عندك دراهم؟ عندك اللي جويتوني. رغم بعد المرضى عن عائلاتهم، غير ان توافد الجمعيات والمحسنين كان هدفهم واحد، تقاسم فرحة العيد ورسم الابتسامة التي سلبها المرض على وجوه الأطفال.